يعشق الكثيرون ملابس الصوف خلال موسم الشتاء لها من تأثير كبير على الشعور بالدفء ومنح الجسم حرارة وحماية من الأجواء الباردة. ويقصد الكثيرون محلات بيع الملابس بحثاً عن أجودها. يعتبر الصوف نوعاً من الألياف الطبيعية التي تستخرج من فرو الحيوانات مثل الخراف والماعز، وهو مادة متينة ودافئة تستخدم في صناعة الملابس والأقمشة منذ آلاف السنين. يتم جمع الصوف عادة من الحيوانات عن طريق الحلاقة أو عن طريق القطع اليدوي لفروها، ويتم جمع الصوف ثم تنظيفه لإزالة الشوائب والأوساخ الموجودة فيه، ثم يتم تجفيفه وفصل الشعيرات الصوفية عن بعضها البعض، وبعد ذلك يتم تحضير الصوف للحياكة عن طريق تمشيطه وتجهيزه في شكل خيوط. يستخدم الصوف في صناعة مجموعة متنوعة من المنتجات مثل الثياب والشمغ الشتوية والسترات الشتوية والأوشحة والقفازات والقبعات، كما يستخدم أيضاً في صناعة السجاد والبطانيات والمفروشات. الصوف مادة شائعة الاستخدام بسبب قدرته على الاحتفاظ بالحرارة وعزل البرودة، وكذلك قدرته على امتصاص الرطوبة دون أن يفقد قدرته على التدفئة. يعد الصوف مادة قيمة في صناعة الملابس والمنسوجات، ويتميز بخصائصه الفريدة التي تجعله مادة مفضلة للكثير من الأشخاص في فصل الشتاء وفي بيئات باردة.